دون لأحد بجنة ولو كان من الصالحين، ولا يشهدون لأحد بالنار ولو كان من الكافرين، يعني أحد معين، أحد معين، شخص معين، تقول هذا قطعا إنه من أهل الجنة أو هذا قطعا إنه من أهل النار، هذا لا يجوز إلا لمن أطلعه الله على الغيب، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله على شيء، ليس أطلعه على الغيب كله لكن على شيء من المغيبات.